اليوم السابع اهلا وسهلا بكم في تغطية اخبارية جديدة اقدمها لكم انا احمد التايب من صالة تحرير اليوم السابع سنتقد... سنقدم في هذه التغطية مجموعة باهم الاخبار وباهم الاحداث التي نشرناها هنا في في اليوم السابع خلال الساعات الماضيه، واول خبر معانا هو خبر خاص بظهور مفاجئ لرئيس فيلق القدس في طهران اسماعيل قعاني، وده طبعا كان يعني كانت هناك كانت هناك حاله من الجدل حول مصيره، وكان هناك كثير من الكلام حول اختفائه، وحول انه موجود في تحت الاقامه الجبريه واشياء كثيره جدا يعني خاصه بمصيره، وانه تعرض لاشياء كثيره المهم الاعلام الايراني والتلفزيون الايراني عرض صور لرئيس فيلق القدس اسماعيل قنائي قآني في طهران. وفقا لخبر لنقلته قناه القاهره الاخباريه في نبأ في نبأ عاجل لها عن رويترز تحدثت فيه ان التلفزيون الايراني قام بعرض صور لرئيس فيلق القدس اسماعيل قآني في طهران اثناء تابين قائد الحرس الثوري الذي قتل في لبنان. وطبعا ده ياتي مع بالتزامن مع انتهاء المشاورات الامنيه في تل ابيب وانه نتنياهو بعد انتهاء هذه المشاورات خرج وتحدث عن انه الرد سيكون وفقا لما تراه تل ابيب ووفقا لصالح اسرائيل وان هناك تفاهمات تمت بينه وبين الولايات المتحده الامريكيه حول طبيعه الرد في حين في حين انه تحدثت بعض وسائل الاعلام وخاصه يعني الاعلام الوسائل الاعلام الامريكيه وعلى راسها واشنطن بوست بان هناك يعني اتفاق امريكي اسرائيلي حول طبيعه الرد وانه تم يعني استثناء الاستهداف المنشآت النووية والبرنامج النووي الإيراني وأنه الرد سيقتصر على بعض المواقع العسكرية والمواقع الاستراتيجية الخاصة بإيران هذا هو الخبر الأول معنا وهو ظهور مفاجئ لقائد فيلك القدس في طهران كان أيضا هناك يعني غرات اسرائيليه مميته وعنيفه علي قطاع غزه واستهدفت الشمال والوسط والجنوب وكانت هناك يعني حصيله كبيره جدا من الشهداء بنتحدث فقط وفقا لما نشرناه في اليوم السابع خلال الساعات الماضيه بانه هناك 27 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزه. طبعا اعزائي المتابع اليوم السابع الكل يعلم انه قوات الاحتلال الاسرائيلي يعني تواصل القصف العشوائي والجنوني على كل القطاع وقام جيش الاحتلال الاسرائيلي بالامس باعلان فصل شمال القطاع عن بقيه القطاع في اطار طبعا خطه تسمى خطه الجنرالات التي تتحدث عن فكره اعلان شمال القطاع منطقه عسكريه مغلقه وانه لابد من اخلاء 200 الف فلسطيني يسكنون في الشمال وتهجيرهم الي الوسط والي الجنوب وده سيتم من خلال عدم السماح بدخول مساعدات انسانيه واغاثيه الي الشمال ايضا كان من ضمن الاخبار التي يعني نقلناها وتبعناها هنا في اليوم السابع وكانت لها اولويه وهي متابعه الحرب العدوانيه الاسرائيليه على الضاحيه الجنوبيه، وايضا بيانات حزب الله التي تحدثت عن انه حزب الله بيعلن انه قام باطلاق رشقات صاروخيه باتجاه شمال اسرائيل، وانه صافرات الانذار دوت في شتوله وفي عدد من المستعمرات الاسرائيليه في الشمال الاسرائيلي، طبعا الكل يعلم انه التصعيد يعني في حاله من حالات التزايد وبين حزب الله وبين اسرائيل خلال الايام الماضيه وان حزب الله استطاع ان يستهدف من خلال عمليه نوعيه العمق الاسرائيلي وعمق الشمال الاسرائيلي باستهداف قاعده عسكريه في مدينه حيفا المحتله وبالفعل يعني هذه العمليه ادت الى مقتل اربع جنود اسرائيليين وايضا اصابه العشرات من الجنود الاسرائيليين طبعا هناك ايضا غارات يعني اسرائيل فصل جبهه سوريا عن جبهه جنوب لبنان لمنع وصول الامدادات اللوجستيه من سوريا الى جنوب الى جنوب لبنان وبالتالي يعمل هذا كله على اضعاف قدرات حزب الله بجانب طبعا الضربات المكثفه ايضا من ضمن الاخبار التي تحدثنا عنها خلال الساعات الماضيه هو جلسه طارئه لمجلس الامن وانتهت هذه الجلسة التي خصصت من أجل مناقشة الأوضاع في جنوب لبنان ومناقشة المأساة في والمعاناة الخاصة باللبنانيين جراء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وأيضا مناقشة استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل وقوات حفظ السلام ولكن في النهاية انتهت الجلسة بيعني أن مجلس الأمن يعني يعرب عن قلقه يعني بان استهداف قوات حفظ السلام اليونيفيل واحنا تحدثنا ايضا في التغطيه السابقه عن اسباب يعني اسرائيل في استهداف قوات حفظ السلام الموجوده على الخط الازرق وده طبعا بهدف انه يتم الاستفاده من كل المواقع الاستراتيجيه ويعني ابراج المراقبه والمواقع المحصنه لقوات حفظ السلام ويتم استغلالها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في عملي في عملياته البريه وفي غزوه البري في جنوب لبنان ايضا يريد نتنياهو ان لا يكون هناك شاهد على جرائم الحرب التي يرتكبها في جنوب لبنان وبالتالي يريد ان يعني ينحي وان يضغط على الامم المتحده ان تسحب قوات حفظ السلام من على الحدود اللبنانيه او من على الخط الازرق في لبنان. هذا طبعا بالنسبه لما لما يدور في جبهه القتال او جبهه الحرب الدائره الان في غزه او الجبهه الاخرى في لبنان لكن هناك أيضا عدة أخبار قمنا بعرضها خلال الساعات الماضية وهي تخص المشهد المحلي أو الشعب المحلي وكان على رأس هذه الأخبار كانت وزارة الصحة بتكشف خمس عادات بتقلل من خطوره الاصابه بامراض القلب، وطبعا ده في اطار حرص اليوم السابع على تقديم يعني عدد من الاخبار المعلوماتيه، وايضا الاخبار الخدميه التي تهم عدد كبير جدا من قرائنا المحترمين، يبقى الخبر الاساسي ان وزاره الصحه بتكشف خمس عادات تقلل من خطوره الاصابه بامراض القلب. حيث كشفت وزارة الصحة والسكان عن خمس عادات تقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتتمثل في الآتي رقم واحد الإقلاع عن تعاطي التبغ بأنواعه اللي التدخين، اثنين تقليل كميات الملح في النظام الغذائي، ثلاثة تجنب تعاطي الكحول، أربعة ضرورة ممارسة النشاط البدني بانتظام، خمسة ضرورة تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات. ايضا من ضمن الاخبار التي قمنا بتناولها خلال يعني الساعات الماضيه هو خبر يخص المديريات التعليميه ووزارة التعليم بانها بتشدد على المدارس بتوجيه انذار للطلاب المتغيبين وبالتالي دي يعني ارشادات بتقدمها وزاره التربيه والتعليم في فكره العمل على تنفيذ تطوير والاجراءات التي اتخذتها وزاره التربيه والتعليم من اجل تطوير منظومه التربيه والتعليم ومن اجل ضروره عوده الطلاب الى المدارس وبالتالي هناك طبعا تجديد من قبل المديريات التعليمية على المدارس بضرورة توجيه انذارات للطلاب المتغيبين اعزائي متابعي اليوم السابع كنا معكم في تغطيه حاولنا بقدر الامكان ان نعرض فيها اخر التفاصيل واهم وابرز الاخبار التي قمنا بنشرها في اليوم السابع السابع خلال الساعات الماضيه سواء كان على المستوى الاقليمي ومستوى الحرب في غزه او مستوى الحرب في لبنان وكذلك اخبار ومعلوماتيه وجرع خبريه خاصه بالطبع يعني تهم قرائنا الاعزاء وان شاء الله سنكون معكم في تغطيات إخبار جديدة نتابع معكم ما يدور وما يجري لحظة بلحظة كونوا معنا علي اليوم السابع كان معكم أحمد التاي